الثلاثون من حزيران يونيو القادم موعد جديد لإغلاق آخر ما تبقى من مخيمات النازحين داخل العراق، قرار اتخذه مجلس الوزراء الاتحادي تشكلت بموجبه لجنة من وزارات الهجرة والمهجرين والتربية والصحة وممثلين عن حكومة إقليم كردستان العراق للانتهاء من هذا الملف. من جانبها أكدت وزارة الهجرة والمهجرين أنها بدأت فعليا بالخطوات الأولى في هذا الصدد، وأنها تعول على تعاون حكومة الإقليم التي تستضيف نازحين يقيمون في 24 مخيما تتوزع بين محافظات دهوك والسليمانية وأربيل. للوزارة رؤية كاملة لهذا الملف، ونحن على أتم استعداد لغلقه قبل هذا الموعد، لكن بشرط هناك تعاون كبير يجب أن يكون من حكومة الإقليم ولها أيضا إرادة حقيقية بإنهاء هذا. المواقف السياسية المعلنة في إقليم كردستان العراق تشير إلى أن حكومة الإقليم مع غلق هذا الملف بعد أن تتم تهيئة الأرضية الملائمة لتشجيع النازحين على اتخاذ قرار طوعي بالعودة، فيما يؤكد سياسيون كرد أن إعادة إعمار مناطق النازحين وتعويضهم فضلاً عن توفير الأمن في تلك المناطق عوامل يمكنها ضمان عودة آمنة للنازحين. الإقليم في كل بياناته والبيان الأخير للحكومة مع عودة النازحين لكن بدون الضغط عليهم. هناك مناطق لا تزال تعبث بها المجموعات الإرهابية والمجموعات خارج القانون، خصوصا المجموعات المسلحة، ونموذج ذلك في منطقة سنجار. وقع اتفاق قبل سنتين بين حكومة بغداد وبين حكومة الإقليم على تطبيع الأوضاع داخل سنجار وإخراج كافة المجموعات، هناك حتى مجموعات أجنبية في سنجار. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن قرابة 33 ألف عائلة من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار لا زالوا يقيمون في 24 مخيماً رسمياً موزعاً بين محافظات إقليم كردستان العراق. مغادرة هذه الخيام وطي صفحة النزوح حلم ظل يراود ساكني المخيمات منذ أكثر من 9 أعوام ليتمكنوا من العيش بسلام في مناطقهم الأصلية. ضياء محمد، الحرة، أربيل.